حلو. تعالوا مع بعض نسيب الشيش كباب في الفرن لأكبر وقت ممكن، نشتغل فيه بابا غنوج. بابا غنوج يعني زبادي، يعني طحينة، يعني توم طازة، بقدونس، بتنجان اتشوى مسبقا. ما ضيعناش وقت في شويه معانا اهو. اللهم صل على النبي. ده البتنجان مع الزبادي مع الطحينة. تعالوا نعمل شوية بابا غنوج حلوين كده بمدرسة المغازي. نعملهم ازاي؟ حلو قوي. كل القصة كده بمسك البتنجان اهرسه بشوكة، وانا بهرسه بحط عليه الثوم الطازة، بحط عليه عصير الليمون وزيت الزيتون والمقادير على الشاشة. عصير ليمون، زيت زيتون، بتنجان مشوي مسبقا على النار، وزبادي وبقدونس وملح وفلفل وكمون. ولكن عايز اقول حاجة عن شوي البتنجان. عشان البتنجان يا ست الكل ما يسودش منك وانت بتشويه على عين البوتاجاز، لازم تخرمي البتنجانية بالسكينة عشان ما تبقاش قنبلة موقوتة على عين البوتاجاز وتحصل إصابات في غنى عنها. ده مطلوب، خلي بالك. باخد حتة فحمة حلوة كده. اه سؤال حلو جدا، بيقول لي ازاي اشتري البتنجان؟ ازاي نشتري البتنجان؟ ده حاجة مهمة جدا على فكرة. البتنجان مش مكتوب عليه تاريخ صلاحية، ولا زي البطاطس والطماطم وبقية الخضروات اللي عند الراجل الفكهاني بتبان من شكلها. بتنجان اسود من بره، طب هو يديك لون ايه تاني غير السواد؟ بس ايه، قلبه ابيض زي المغازي كده، خلي بالك. اه عايزين بقى نشوف نعمل ايه. تلاقي البتنجانيه الزهره بتاعتها من بره تبقى خضره زي دي كده، حلو الكلام. ده للامانه قديم شويه عشان نبقى واضحين برضه، مش طازه وفريش قوي قوي. بتبقى الزهره دي اخضر من كده. اصل انت بص، المصداقيه والشفافيه هي دي تلقائيتي. اعمل ومثله دي مش طازه قوي، دي في منها تلاقيها خضره قوي، بتلاقيها بتلمع قوي، تدوس عليها بصباعك كده تلاقيها سميكه، مش بتغمق، بتخش صباعك بيغرس فيها. ده البتنجان تعرف ان هو طازه وزي الفل. هنقلب كده التوم مع عصير الليمون مع زيت الزيتون. وكثفي زيت الزيتون مفيش مشكله، مع بابا غنوج حلو، شويه البقدونس الحلوين، الزبادي بتاعنا، الطحينة، ونقلب كده. خلص بابا غنوج يا عم الشيف. الطحينة هنا اللي بتديله القوام. اه ولكن لازم تنزلي بالطحينة على البتنجان وهو سخن. شفت بقى تركيز صغيرة اهي، بتنقلك في مكان تاني وحكاية تانية. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني لما ننزل بالطحينة على البتنجان وهو سخن بتاخدي ريحة الطحينة اللي هي زيت السمسم وقوام الطحينة مع سخونية البتنجان. اه يعني يفضل ان انا اعمل بابا غنوج والبتنجان سخن. طب انا شاوية البتنجان من بدري واتشغلت مع البيبي بتاعي في المطبخ في البيت، عند ضيوف، والبتنجان شاوية من بالليل، وده وارد. بتحضري العزومة الحفلة، مش كل حاجة هتبقى عندك موجودة على النار، تعملي ايه؟ هي إيه؟ بسيطة خالص. البتنجان شويتيه مسبقا، كل القصة انك تحطيه في الفرن كده يسخن شوية وتحط عليه الطحينة بس. طب ما لا ده ولا ده يا عم الشيف، يبقى هتجيبي كوباية مية سخنة وتحطها على الطحينة وتقلبيها وتحطها على البتنجان. دي بدايل أخرى، خلي بالك. أه أدي السلطة بتاعتي زي الفل. توابلنا ملح وفلفل وكمون. ملح وفلفل وكمون ده مطلوب عشان ناكل شوية بابا غنوج حلوين. ده الكمون، شوية بابريكا زي الفل، ونقلبهم مع بعض ونجيب طبق حلو كده نغرفه. الله، شوية بابا غنوج. عايزين العيش البلدي بتاعنا، وده عدل اي مشويات، شيش طاووق، حفلة مشويات، ميكس جريل، شيش كباب، زي ما انت عايزة. الله، لو البتنجان غني بالحديد، ده لحمة الفقير. انا دي اكلتي المفضلة على فكرة. بتنجان نعمله مع طبق مكرونة لطيف، نعمله مسقعة لطيف، نعمله مقلوبة لطيف، وهكذا. طبق حلو كده نغرف فيه مستر بابا غنوج. عايز اغرفه هنا انا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواننا بقى في المطاعم بيغرفوه بشكل حلو طبعا، بيعجبني.
اللي هو ياخد الشكل الدائري ده كده، وفي قلبيه شويه زيت زيتون، بيبقى لطيف وحلو. الله. بمعلقه هنعمل حاجه لطيفه دلوقتي، ويتزين عادي بزيت زيتون. حاضر، خرجنا الجميل. عايزني اطلع الطبق ده بره شويه كده. ايه رايك كده في 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 اللوكيشن بتاع كل طبق؟ ها قول لي. حاضر اهو. الله، ده عايز العيش البلدي بتاعنا ابو رده الحلو ده كده. يا ويلي، وبالف هنا وشفا. في بروتين في الطبق ده، اه. في حديد في الطبق، اه، مستودع من الحديد. في زنك، اه. في كل حاجه ممكن ندور عليها. التوم، اه، كل ده. ده جرنش زيت زيتون. طبق يكفي العيله والجيران والحبايب، طبق صغير كده للجاره، ست الكل. صباح الخير يا ابو محمد، عينيا.